يقول: ذهبنا للعمرة في نهاية شهر رمضان الماضي وأحرمنا من الميقات، ثم توجهنا لمدينة جدة لغرض ترك بعض أفراد العائلة هناك. وقبل أن نتوجه لقضاء العمرة وصلنا خبر بوفاة أحد الأقارب لنا بالمنطقة التي قدمنا منها، وعند ذلك لم نتمالك أنفسنا وقمنا بخلع الإحرام والاتجاه فورا، حيث ذهبنا لحضور الدفن والعزاء. لذا نود من فضيلتكم الحكم في ذلك وماذا يجب علينا. الواقع أن هذا السائل أخطأ خطأ عظيما، حيث فسر الإحرام بدون أن يسأل أهل العلم، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا الرجل فسخ الإحرام بدون ضرورة، إذ أنه إذا مات أحد لهم في قريتهم فهل إذا توجهوا إليه يرجع حيا؟ أبدا لا يرجع حيا. إذا ما الفائدة؟ والمسألة الساعات، بل دون الساعة هم سوف يتجهون من جدة إلى مكانهم، بل إلى بلادهم، مارين بمكة لأنه أتى من المنطقة الجنوبية. والعمرة يقدر أنها استوعبت ساعتين للزحام، فلماذا لم يبقى ولا إحرامهم ويمروا بمكة ويطوفوا ويسعوا ويقصروا وهم ماشيين؟ فالواجب على هؤلاء أنه لما بلغهم وفاة قريبهم أو صديقهم أو من يريدون أن يحضروا جنازته، الواجب عليهم أن يستمروا في نسكهم وأن يكملوا ويغادروا، وليس إلا طواف وسعي وتقصير. وأما فسخ العمرة فهم آثمون به، وعليهم الآن أن يلبسوا ثياب الإحرام وأن يتجنبوا جميع محظورات الإحرام، وأن يذهبوا إلى مكة ويقضوا العمرة طوافا وسعيا وتقصيرا، لأنهم ما زالوا الآن في إحرام. ثم كون هذا السائل يوصل السؤال إلى نور على الدرب، ولا طيبا، لأن نور على الدرب عنده من الأسئلة ما لا يعصيه إلا الله، فمتى يأتي دور سؤاله؟ وربما يضيع. فكان من الأوفق والأحسن والأبرز الذمة أن يسأل أحد العلماء الذين في بلده أو غيرهم حتى ينهي الأمر بشدة بسرعة. نحن لا ندري الآن، هذا السؤال كما سألتك وقلت ليس في التاريخ، ربما كان أرسله في بعد عيد الفطر مباشرة، ما ندري، ولم في الدور إلا الآن. وإني لا أرجو أن يكون هذا الرجل الآن قد تخلص من هذه المشكلة وسأل العلماء وأفتوه بما نرجو الله تعالى أن يقبلها. بارك الله فيكم.